الحوكمة المسؤولة أفقيتها ست ركائز كتعلق بالأساس بالطرق كركيز ديال الاتفاقية دخول الاتفاقية الأمونية المكافحة. أهم ما جاء في التقرير السنوي برسم 2022 التقرير كيجي أولا كيصادف تخليد تخليد اليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 جانفي، وكذلك كيجي أسبوع قبل من انعقاد الدورة 10 ديال الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد اللي كتخلد السنة 20 بعد دخولها حيز التنفيذ، واللي غادي تنعقد في أتلانتا وغادي يساهم فيها وفد مغربي هام. الندوة الصحفية ديال اليوم كتعرض من خلال التقرير السنوي برسم 2022 كتعرض الحصيلة ديال العمل ديال الهيئة، سواء على مستوى التشخيص اللي وقفات على يعني تمظهرات الفساد وتجلياته وتطور الفساد في المغرب، ماشي فقط خلال سنة ولكن خلال تقريبا ربع قرن 25 سنة، واللي خلاصة أن من بعد ما فقد المغرب 4 ديال النقاط و 21 مرتبة خلال 5 سنوات الأخيرة، فالمغرب كيبقى في على مدى طويل، يعني على مدى 25 سنة كيبقى تقريبا في نفس الوضع، لا من ناحية ديال الترتيب ولا من ناحية ديال التنقيض، وبالتالي هو ما استطعناش نحسنوا هاد الوضعية. هذا وهذا الشيء كيتقاسموه مؤشرات متعددة في هذا المجال، ماشي فقط مؤشر إدراك الفساد ديال الجمعية ديال الشفافية المنظمة الشفافية العالمية. هذا كيدفع بنا باش نصبوا على تقييم وتحليل وكثيرة خلال هذه السنوات كاملة، ولكن كتبقى عوامل متعددة كتجعل أن ما نوصلوش للأثار، من بينها أن الهيمنة ديال الطابع التشريعي بدون أن التشريعات تكون مصاحبة بالإجراءات اللازمة للتنزيل ديالها الفعلي والفعال في مجال الواقع ديال المواطنين وديال الفاعلين الاقتصاديين. كذلك هناك العمل يعني عمل قطاعي على حساب العمل الاستراتيجي والعمل المنسجم في مجالات متعدده، واللي يكون كيخضع للتخطيط وكيخضع لتحديد الاولويات، وبالتالي كيمكن له يكون تراكمات ايجابيه اللي تحقق هذا الاثار. وكاين دونك هذا الشيء كيجي انطلاقا من واحد الحكامه اللي ما شبه غايبة في إطار تنسيق البرامج، وكذلك التوجيه العام ديال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وانطلاقا من هاد التحاليل ومن التقييم اللي تكلمت عليه، وكذلك من أوراش المتعددة اللي اشتغلت عليهم الهيئة خلال الخمس سنوات الماضية، فانطلاقا من النتائج اللي توصلت لها الهيئة في إطار هذا التقرير السنوي، تقدمت بالإطار العام ديال التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه ونشر قيم النزاهة، واللي هي توجهات مبنية على محاور 6: التكوين والتربية على القيم إلى آخره. كاين كذلك العمل على علاقة اللي تكون مبسطة وفعالة وذات جودة في الخدمات العمومية. القطاع الخاص نخصوا له ركيزة خاصة، كذلك المجال السياسي اللي هو مهم باش يمكننا نضمنوا أن العمل في المجال العمومي يكون انطلاقا من أسس اللي تكون شفافة واللي تضمن الالتزام في هذا المجال، الى وكذلك تقويه ديال التشريع باش لردع ولا لتجفيف
لبؤر الفساد، والردع ومكافحه الافلات من العقاب هو كذلك مجال ديال اللي كتقترحه الهيئه كاساس. وهاد الركائز الستة هي مواكبة وكتطعم بركيزتين أساسيتين اللي هما التحول الرقمي وتعميق المعرفة الموضوعية بالظاهرة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.